أهلا بكم. أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة، قدم تحالف السيادة حزمة مطالب على أن تحقق في 6 أشهر بعد تشكيلها، كان من بينها إجراء تعديلات على قانون العفو العام والهادف إلى رفع المظلومية عن آلاف المعتقلين ممن أدينوا استنادا إلى وشاية المخبر السري أو اعترافات انتزعت بالقوة. ويجري حاليا حراك برلماني لإدراجه على أحد جداول الأعمال من أجل إجراء التعديلات المطلوبة عليه. القانون كان قد أقر بالفعل عام 2016، ولكن أجريت تعديلات عليه لاحقا اعترضت عليها كتل نيابية، حيث اعتبرت أن التعديلات أفرغت القانون من محتواه لأنها تضمنت حذف بنود وفقرات على صلة بمراجعة ملفات المحكومين وظروف محاكمتهم. وفي الوقت الراهن توجد مخاوف أيضا من تجديد إفراغ القانون من محتواه بواسطة قوى الأغلبية المسيطرة على البرلمان. التعديل الأول على القانون أجري مطلع تشرين الأول 2017، وقد تبنته في ذلك الحين قوى سياسية منضوية حاليا في الإطار التنسيقي، وتضمن فقرات عدة أبرزها منع العفو عن جميع المدانين وفقا لقانون مكافحة الإرهاب بعد 10 حزيران 2014، وهو تاريخ اجتياح تنظيم داعش الإرهابي مدينة الموصل. ويعني ذلك أن أبرياء محتملين سيبقون في السجون ولا تجرى مراجعة لملفاتهم وظروف اعتقالهم ومحاكمتهم. اللجنة القانونية النيابية تقول إن وظيفتها دراسة القانون وتقديمه إلى رئاسة البرلمان، أما إدراجه ومناقشته وطرحه على جدول الأعمال فهو من صلاحيات رئيس البرلمان ونائبيه. وعلى أي حال، هناك خشية لدى القوى المطالبة بتعديلات تفضي إلى إعادة محتوى القانون من أن قوى الأغلبية البرلمانية قد لا تكون جادة في هذا التعامل مع هذا المطلب باعتباره لا يعود بمنفعة عليها لأنه لا يخص جمهورها.